شوفوا واحد التصريح ديال الفنانه لطيفه رأفت. اطمئنت عليا مرتي الناس اللي كتسول عليا. والله يهدي الله يهدي، ما خلق هاد الناس اللي ما عندهم شغل. بالنسبه لهاد القضيه ديال راه مريضه راه طرا لها راه فعلها، ما عندي والو. بالنسبه لواحد الصوره كتحط ديالي دائما بلي سوتيان وديال المايو ديال المسبح ديال لابيسين، فهذيك الصوره كانت في داري ولا بيسين في داري، وما يمكنليش نعوم بلا بيسين في لابيسين التكشيطه، كنعوم مايو. ما كاين مشكل، بغيتو تعطيكم لون اخر نعطي لكم لون اخر. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. باي. لطيفه رأفت واحد لا فوتو ديالتها بمايو وينعسو نعسو يجبدوها دور دور يجبدو ديك التوام، خرجت باش تشرح اون فوا بور توت، باسكو باغفوا كتقول ما خاصكش تجاوب، باغفوا كتعيا في النورمال. سورتو ملي كتكون عندك دي زونفون ولا عائله كديرونجا وخوت كديرونجا من ديك الهضره. الا اكسبليكي تو سامبلومون هذيك التصويره شخصيه ديالتها تخدت في لابيسين في دارها، هي كتعوم في دارها في لابيسين، يعني ماشي حاجه ما كنعومو. وتما كنعومو بغات تلبس مايو من حقها، بغات تلبس مايو الله يعاونها. وحنا كنشدو ديك التصويره بحال هذيك التصويره ما عرفتش شنو هي. الانسان من حقه يلبس مايو فين ما بغى، كسوا في دارها ولا في البحر. انا جو بونس كلا في ميم با سو جوستيفي، هي مزيان ملي جاوبات لان الضغوطات كيوقعوا. من بعد ملي كان درت لطيفه رأفت ديك لوبيراسيون على عنقها، كل واحد شنو تيقول لي جون ايزافون دي زيستوار، باسكو مع الاسف بعض الناس مبدعين في في في, في كتابه السيناريوهات الفارغه في الخوى الخاوي. دونك كنظن انا من حقها تلبس مايو في مكان عمومي اللي هو البحر اللي هي بلاصه المايو. هي كانت لابسه في لابيسين في دارها، دونك اوكور من حقها. البحر كاين الناس كيلبسوا البركيني من حقهم، كاين عيالات كيعوموا بيجامه من حقهم، كاين عيالات لابسين جلابه من حقهم. هو البحر اصلا كاين الناس اللي كيعرفوا شي عمو حالي، كاين الناس ما كيعرفوا شي عمو من حقهم، ما كيمشوش كاع البحر من حقهم. ما يشوف الصيف كيبقى الي كشكوشه صحابات الكشكوشه وبنتها الزغراف وكتخوي عليها. انا دابا هذا هو الهوايه ديالي، مش نعمر الشطون ديال الماء البنت تعبي في البحر تاعها صافي تبقى قاعده ودير الشابو كبير ولا حيتي لك تقصقص بك شابو شابو زعما رجعي. دونك انا كنظن ان المايو بلاصتو هي البحر وبلاصتو هي لابيسين. خصنا نتعلموا نحترموا الاختيارات ديال الناس. صحاب الفتاوى كنظن اننا كنا قرينا الدين وكنا كنعرفوه. جو بونس كو الانسان اللي مصالح مع لوكور ديالو هو اللي كيكسبوزيه. لوكور ديالك دير به اللي بغيتي، هذه حريتك. مادام انت لبستي المايو ما غتزعج حتى شي حد، اللي لبستي البركيني ما غتزعج حتى شي حد، هذه حريه شخصيه. كما كي قلت لك غنلبس المايو او غنلبس بيجامه او نعوم بجلابه ولا ما غنعومش كاع، بغيت غنمشي للبحر، فكل واحد حر في ليزاك ديالو. حرة لطيفة الجميلة لبسي اللي بغيتي ويجي معاك. مش غير لطيفة، يعني كل واحد كل واحد يتحاسب على راسه الأفعال اللي كيدير هو. يوسف يتحاسب وانا نتحاسب وصراحة تحاسب سكيفي حتى واحد ما يجوجي شي واحد ولا يحاسبو هوايا، بس حتى واحد فينا ما كيغلطش يشوف راسو بعد. فوالا نبداو بروسيس ديال ماشي غلط. اولا لا كتسمعوا مع الناس لي بس ما يوش غلط او الغلط سي ديبون كل واحد شنو كيسمي الغلط. بيتيت لو غلط عند لو غلط عند واحد غلط والاخر عنده ماشي غلط، اللي غلط عند هذا ماشي عند الاخر غلط، وكل واحد يشوف الغلط بالطريقه ديالو. الغلط بالنسبه لي انا اللي مهم هو الغلط ملي كيقيس ناس وحدين اخرين. الغلط من غنغلط فيك، الغلط هو ملي غنسافر مثلا انا وياك ما تخلصش يا ساندويتش مثلا هذا ولا الغلط مثلا تكوني غاده مسافره وتجيبش السيده الغجلال ديالها، هذا غلط. فهمتي؟ هذا هو الاغلاط اللي نقدروا نقولوا. مي سينو حياتك الشخصيه كل واحد كيفاش كيشوف منظور الغلط بالجهه دي بالمنظور ديالو. وحتى واحد في الدنيا ما عنده الحق يحاسب على شي حاجه، يحاسب شي حد على شي حاجه اللي هي بيرسونيل. اشنو لباس اشنو كلا اشنو شرب سنه وقعد بيرسون عندك الحق هادشي كامل. جو لو ريبرون لا شوز اللي غادي نزيد هي ان كاين فرق بين انسان انسان يعني مواطن او مواطنه لامدا اي اون بيرسون بوبليك. واجي اون بيرسون بوبليك عاوتاني كاينين حوايجات اخرين. جو سي كو خاص حدا اكثر، عندك واحد 80% بلوس دو شونس انك بوبليك تصور وتبارطاجا كي واحد عادي ولا وحده لابسه مايو حتى هي كسوا كتشبه ليها ولا بدات هي يعني لو ميم اج ولا الميم هذا، ولكن ماشي بوبليك جو بونس با كو غادي دير الضجه كاع ما ندويوش عليها. بيكوز اون بيرسون بوبليك كتقول الدار، يعني بحال هذيك لا فوتو تهزات من الدار وتبارطاجات ما تعرفش شكون غادي يدخل عندك الدار بعدا.
الا كنتي انت ماشي داك اللي باغي تبارطاجي هذا. شفت لا فيديو ولا فيغيتي ما لا شفت لا فوتو لا فيديو ما جاتني الفوتو لا تقدر تكون الفوتو هي راسها ماشي جاتها الى عند الحق هي كنقول لك شنو كيوقع انا في سوناج بوبليك دون سونس. بغيت نقول لك انا مثلا بغيت نبص مايو يشوفوني غير الناس اللي معايا في الدار باش تشوفني 5 مليون مشاهد في المغرب بغيت يشوفوني غير الناس اللي مقربين معايا او لا نكون مثلا انت ناكل وتطيح على راسي الحوايج مثلا شي اكت اللي كما قلتي ماشي غلط مي ما مخفيش الناس يشوفوا كل انا ناكل بيدي بخمسه الصباح فاش كنقول لك زعما تكون اونكم فاش كتكون بوبليك كتكون بيرسون بوبليك توقعي ما شافت عين ولكن المشكل دابا فين كاين المشكل كاين في الناس والناس شنو با كونترولي الناس كاملين ميرسي ما يمكنش كاين اللي غيقول لك زوينه كاين يقول لك ما مايو جاست وي ايو حتى مايو زوين كاين اللي غيقول لك اش داك المايو كاينين الناس بغي يجي مايو زوين بيان سور وي بيان سور كاينين الناس كتكون مثلا جالس كاينين الناس كاينين الناس كتكون مثلا جالسين كتعشى ولا كتغدى كاينوض واحد في ديك الجماعه كله كيشتي لكم ده ايوا ها نتوما علاش كتصورنا اش كاين علاش كتصورنا بس صوري خاصك تاخذ لا بيرميسيون ديالي انا جدت انا كنعرف ناس كنكونوا جالسين حسام انا جالس محني كنكتب ولا كنقرا ولا كندير شي حاجه طق كيصورك كيصيفطك انا صورتك علاش كتصورني اش كاين علاش كتصورني ما كتخليش الانسان واحد لا ليبرتي ديالو خاص الناس يفهموا ان التليفون ما عندكمش الحق تبقاو في المغرب كتصوروا في عباد الله خاص تكون عائلتك فوالا بلا ما تكون عائلتك بلا ما تكون انسان قولي ولا كوا كسوا تقدر جالس في بوزيسيون ماشي هادي جالسه طايح لك هذا ديري مريقه مشحكه وتجي انت كتصورني تو نابا لو دووا ما عندكش الحق خاص تكون با ما عندكش حق تصورني وانا جالس بلا ما تاخذ اوتوريزاسيون ديال دوك خاص الناس يعرفوا المساله انهم ميم مع بعضياتهم يعني ماشي بشرط تكون كوني ولا سيليبر ميم مع بعضياتهم الناس ما عندكش حق تصور عباد الله هكا خلف دفه ولا بلاتي دارك ولا بسمايو لا وفي الزنقه كيصورك شحال كيقول لك ها انت شوف فلان كان دايز من هنا طق هاي زفت لك التصويره واش اللي بساله دارك ولا بسمايو وتبارطاجي لا انا جاتني انا شوف قاصح دابا ما جينا غادي نشوف داكشي علاش تكسبليك حنا ما عرفناش شنو الحيديات والظروف حيت هي قالت لك هذا كنت صورت انا وياك صراحه عندك في الدار انت ملياردير ومعروف كاينه وعندك كاينه الفوق بوزنا ديك المويان اللي فيها 5600 متر لا روز لا روز بونبون تصورت انا كنت لابيسين ديالك لابسي بجوج دمايو انا بارطاجيت الصوره انا انسان اكس كان انت واحد وجو لي بارطاجي في لاباج انستغرام ديالك وانت معايا انت بيرسوناج بوبليك مثلا شوف نورمالمون انا كنت في بلاصتك غادي نسولك ما سويتش على الفوتو كي جات واش ما سويتش ما سويتكش غادي نقول لك ولكن نقول لك اميكا نورمال نقول لك تسامحي ديك ما حيت سوا ديجا ولي باج حطوه طلعتها تو دو تيكسكوز غير تيكسكوز شو من بعد عرفتي دابا لا بيرسون تيكسكوز ما تيبارس مي زعما سا فا با مونبيشي دورمير لا نوي لاش صافي فرات ما سوا يو عجبتني ولا ما عجبتنيش صافي سيت راه كتمي هي ترى جوها الناس كاع لي بيرسوناج بوبليك ديال العالم كامل سوسوا هنا في ميريكان فلان فلان راه كاينين الناس راه كاينين الناس ما عندهم ما يدار كاينين الناس ما عندهم ما يدار كيبركو بارطاجوها في انستغرام يبارطاجو مع بعضياتهم في واتساب الناس كاين الناس ما عندهم ما يدار اي بوي لي ميساج كيكونوا اغريسيف لي ميساج فيهم لي زانتولت تقي الله الناس كيبداو كيعطيو في النصائح ما تعطيوش النصائح نتوما حتى حد ما سولكم باش عطيو النصيحه النصيحه ما كتعطاش نصيحه تطلب طلب منك شي حد نصيحه نو دونك اخويا نصيحتك كتعمل بها نتايا سي تري بيان بصحتك وراحتك راه كي انت وصلتي لهذاك الشيء راه كاع الناس واصلين ليه راه كلشي الناس كيعرفوا ما لهم وما عليهم وكيبدا وهادي وهادي اي لي زانسيوت اي لي زاغريسيون الناس متنمرين بدرجه شوفي الناس متنمرين بزاف إلا جيت تشوف راه أنا كنقرا في مدرسة التنمر تاع يوسف وعارف أنا تلميذة اللي جيت في مدرسة قبل ما نجاوب كلكم نهار جيتي كلكم نهار الأول ريش 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 شينا ريش من الباب وجني وحات هات وليت حاضية داكشي ما كنتش حاضية لا سي فغي ملي كدوزي في ليكول ديال يوسف كتولي كتردي البال واحد الديتاي شوفوا أنا دائما أنا هو الشيطان فهمت وأنا هو الإنسان جمرات من جمرات الواحد ورجموني ما عجبني الحال لا إذا أنا عندك شي حاجة أخرى ما توريش مانيبيلاتور لا ماشي مانيبيلاتور نفسي كنت دابا كتعلمنا حوايج خايبين حنا عاجبنا الحال حيت لقيت عندكم استجابه ماشي قلت لي لا ما قلتوش ما سمعنا بهذا الضغط في بلاد جديد بالعكس كتزيدوا كتكملوا قلت لي لا ما شتيش انت هادي وما شتيش هادي